السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مس هبة رجب، أهلا بكم يا سنة ستة في العام الدراسي الجديد 2025. مكملين مع بعضنا يا ولاد شرح منهج الإنجليش كنيك 6 من كتاب الأضواء الجيم ترم أول 2025 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. بادئين مع بعضنا يونت 1 جرين سيريز، وأخدنا الدرس الأول والثاني. النهاردة إن شاء الله معانا ليسون 3 بيج نمبر 45. الدرس عبارة عن 3 بارتس، 3 أجزاء. عندنا جزء ريدنج، والجزء الثاني ستوري، والجزء الأخير برونسيشن، درس صوتيات. تمام، انت يا ولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناه وتابع صفحه الفيسبوك مس هبه رجب علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واي حاجه محتاجه نفتح قائمه تشغيل الصف السادس هتلاقيني بشرح من جميع الكتب الخارجيه. يلا بينا نبدا. والنهارده معانا درس الريدنج، عندي الليسن اند سي استمع وكل. اول حاجه بناخدها المين فوكاب زي ما احنا متعودين، الكلمات الرئيسيه. اول حاجه معانا النهارده كلمه حي سكني، يعني نيبرهود. نيبرهود، وعندي الجي اتش سايلنت. نيبرهود، neighborhood، neighborhood. فصائل أو أنواع species، 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 species. خط سكة حديد railway line، railway line، railway line، railway line. أعمال فنية artworks، artworks، artworks. السكان المحليون local residents، عند الـ S3 بجيب حرف الزد عشان جايب الحرفين متحركين. local residents، local residents. أداء مسرحي theater performance، الـ TH بجيب ثاء theater performance، theater performance. تبقى neighborhood، neighborhood، neighborhood. species، species، species. railway line، railway line، railway line. artworks، artworks، artworks. السكان المحليين local residents، local residents، local residents. أداء مسرحي يعني theater performance، theater performance. الاكسترا فوكابل كلمات الإضافية، مدينة نيويورك يعني نيويورك سيتي او نيويورك، بس نيويورك، نيويورك. شقة ابارتمنت، ابارتمنت. مشروع بروجكت، بروجكت، بروجكت. رسالة بريد الكتروني ايميل، ايميل، ايميل. دور او طابق فلور، فلور، فلور. مشهور فيموس، فيموس، فيموس. بصحة جيدة ويل، ويل، ويل. منظر فيو، فيو، فيو. مزعج نويزي، نويزي، نويزي. نيويورك، نيويورك، نيويورك. ابارتمنت، ابارتمنت، ابارتمنت. بروجكت، بروجكت، بروجكت. ايميل، ايميل. فلور، فلور. فيموس، فيموس. ويل، ويل. فيو، فيو. نويزي، نويزي، نويزي. نكمل. عندنا كونجيجيشن وفيربس تصرفات الافعال. عندنا طبعا نوعين من الافعال زي ما احنا متعودين من سنه رابعه، عندنا ريجولار فيربس وايريجولار فيربس. فعل المنتظمه بنجيب الماضي بيضاف الدي لو اخره اي، او اي دي اذا لم ينتهي بالاي، او اي اي دي لو اخره واي وقبلها ساكن بحذف الواي واحط مكانها اي اي دي. افعال غير منتظمه ليس لها قاعده ثابته تحفظ كما هي. فعل المنتظمه كرييت، الفعل عندي ينتهي بالاي فالماضي هيكون بالدي. كرييت، كرييتد، كرييت، كرييتد. يفتقد مس، لا تنتهي بالاي، الماضي برضو بالدي، بالاي دي بقى. مس، مسد، يبقى الفعل اللي اخره اي الماضي بتاعه بالدي، ما فيهوش اي الماضي بالاي دي، تبقى مس، مسد، مس، مسد، مس، مسد. كرييت، كرييتد، كرييت، كرييتد. يمر باس، باسد، باس، باسد. يسترخي او يستريح ريلاكس، ريلاكسد، ريلاكس، ريلاكسد. يبقى كرييت، كرييتد، كرييت، كرييتد. مس، مسد، miss miss. pass passed، pass passed. relax relaxed، relax relax. افعال irregular يستطيع، كان الماضي منها could، ال ال silent. can could، can could. يكتب right wrote، right wrote، right wrote. يتسكع hang out، الماضي من hang hung، hang hung. يخبر till told، till told، till told. expressions and phrases، عندنا تعبيرات وحروف جر هامة في أنحاء، في بعض أنحاء المدينة، يعني in parts of the city، in parts of the city. يعرف عن know about وال case silent، know about. يحول نقط إلى make not into، make not into. كيف هي الأمور، how are things، how are things. لا أحد يستخدمها الآن، no one uses now، no one uses now. في الثمانينات in the 1980s، in the 1980s. هنا here is، here is.
لا يبدو طعمه مثل doesn't taste like doesn't taste like. عندنا الديفينيشنز التعريفات، بيقول يتسكع او يتجول يعني hang out. hang out السكان المحليون local residents local residents local residents. يمر او يمر عبر يعني bathroom bathroom bathroom. يفتقد مس 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 خط السكة الحديد يعني railway line، خط سكة حديد railway line. يبقى hang out hang out local residents local residents bathroom bathroom miss railway line. تعال بقى نشوف تعريف كل واحدة من دول. hang out يعني يتسكع ويتجول. قالك spend time with or relax together، يقضي وقت ويسترخي معا، يعني لما تخرج تتفسح انت وصحابك. spend time with relax together. local residents سكان محليون people who live in a neighborhood، الناس الذين يعيشون في الحي السكني. bathroom go from one place to another go from one place to another، ينتقل من مكان لآخر، ينتقل من مكان لإيه؟ لآخر. بعد كده miss يعني يفتقد. feel sad that you can't have or see something، تشعر بالحزن لأنه لا يمكنك الحصول على شيء أو رؤيته. railway line خط سكة حديد، قال لك a road for trains طريق للقطارات. بيقول لك إضافة اس الجمع إلى التاريخ 1980s تعبر عن الفترة من 1980s ل سوري ل 1989، الفترة من 1980 ل 1989. طيب بيقول لك they stopped using the railway in the 1980s، توقفوا عن استخدام السكة الحديد في الثمانينات. I always watch TV at home، بيقول لك لاحظ ان كلمة هوم قد تعني منزلا او وطنا. تمام، هنا معناها المنزل، بشاهد التلفزيون في المنزل. Egypt is our home country، مصر دي ايه دولتنا الايه الام او ايه وطننا. صفحة 46 look and read. الدرس بتاعنا عبارة عن ايميل، او الجزء الاول درس عن ايه عن إيه؟ ايميل بعته مين؟ ولد اسمه وائل عايش في نيويورك لصديقه سامر. تبقى تو سامر at email.com from وائل توفيق at email.com. السبجكت هتكلموا على ايه؟ لايف ان نيويورك، يعني الحياة فين يا اولاد؟ في نيويورك. الحياة في نيويورك. ببدأ الايميل بتاعي بهاي، قال له هاي سامر، جملة افتتاحية، سؤال افتتاحي هاو ار يو يعني كيف حالك. I'm well انا ايه بصحة جيدة. and نيويورك is great، ونيويورك دي ايه رائعة. our apartment شقتنا is on the 16th floor، في الطابق السادس عشر. so we have a great view of the city، عشان كده احنا ايه عندنا منظر طبيعي رائع على المدينة. نيويورك has a lot of green spaces، نيويورك فيها مساحات خضراء كثيرة. There are also projects to create new parks and green spaces in parts of the city that no one uses now. بيقول كمان إن هي تقام إيه مشاريع لإنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة في أجزاء من المدينة لا يستخدمها أحد الآن، يعني أماكن مهجورة بدأوا يحولوها لحدائق. زي إيه؟ like the famous high line do you know about it؟ زي ايه؟ مكان مشهور هناك حديقة اسمها الهاي لاين، هل تعرفون؟ هيبدأ بقى يحكي له عن الهاي لاين. بيقول له years ago منذ سنوات the high line was a railway line، الهاي لاين دي كانت اصلا خط سكة حديد قديم. but in the 1980s لكن في الثمانينات trains stopped using it، توقفت القطارات عن استخدامه. some local residents بعض السكان المحليين then decided to make the old railway into a big long park that everyone could use. قام السكان المحليون بأخذ القرار بتحويل خط السكة الحديد ده يا ولاد القديم ده إلى حديقة كبيرة يمكن للجميع استخدامها والاستمتاع بها. Now it's a green space with more than 500 species of plants and trees in it. أصبحت هذه الحديقة تحتوي على أكثر من 500 نوع أو فصيلة من النباتات والأولاد والأشجار. الحديقة دي it is 2.5 كيلومترز لونج، طولها 2.5 كيلومتر يعني 2500 متر. and when you walk through it عندما تتمشى بها أو من خلالها you can see art works، يمكن أن ترى أعمال فنية. watch a theater performance تشاهد عرض مسرحي. eat delicious food تاكل طعام لذيذ. go running تذهب للجري.
or just hang out with your friends أو تتمشى مع صحابك. I think it's my favorite place in New York. ودي ايه افضل مكان ليا في نيويورك. It passes through our neighborhood. الحديقة دي بتمر من خلال الحي اللي احنا ساكنين فيه. So لذلك I often go there with my parents. عشان كده غالبا اذهب هناك مع ايه، مع والدي. There is one of my photos of it. والصورة اللي عندنا دي، دي صورة ليه هو ماشي فين يا ولاد في الحديقة. How are things in Alexandria؟ بيقول لسامر كيف الحال أو كيف تسري الأمور في اسكندرية. معنى كده إن سامر عايش في اسكندرية. I miss home. أفتقد الوطن. New York is very noisy all the time. نيويورك عندي مزعجة طول الوقت. Alexandria is much quieter at night. لك اسكندرية أكثر هدوءا بالليل. There are lots of different restaurants here in New York. عندنا مطاعم كتير مختلفة هنا في نيويورك. And the food doesn't taste like the food at home. ولكن مذاق الطعام يختلف عن ايه، مذاق الطعام في الوطن. I think the food tastes more delicious in Egypt. في اعتقادي ان الطعام اكثر ايه لذاذة او ايه لذيذ اكثر في مصر. I miss our food so much. افتقد طعامنا كثيرا. Write soon and tell me all your news. وائل، اكتب لي قريبا وقول لي اخبارك ايه يا وائل. What is Wael's favorite place in نيويورك؟ ايه اكتر مكان بيحبه في نيويورك؟ طبعا ايه يا ولاد، الهاي لاين. هنقول ذا هاي لاين. طيب what is the high line؟ ايه هي الهاي لاين دي؟ تعال نقول was a railway line، كانت ايه، سكة حديد. لكن ناو أصبحت إيه دلوقتي يا ولاد؟ ها؟ هنقول a big long park. big long park يعني حديقة إيه كبيرة. forty seven، 47. ملحوظة كده تب. Fourth row false exercise. عشان تعرف تحل سؤال الصح والخطأ والصواب والخطأ. First read the sentence carefully. تقرأ الجمل بعناية اللي هي بتاعت الصح والخطأ. بعد كده underline the keywords and look for similar words in the text. الجمل بتاعت الصح والغلط دي، خد خط تحت الكلمات الايه الرئيسية وروح دور على نفس الكلمات دي او نفس الجملة فين في النص نفسه. تمام. بعد كده بعد ما الاقي الجملة بقى compare the information in the sentence and in the text. نعمل بقى مقارنة للمعلومة اللي جاية عندي في الجملة اللي أنا أقول عليها صح ولا غلط ونفس الجملة الموجودة داخل النص. بعد كده إيه، هختار بقى إجابتي الصحيحة. Then choose your answer. فأعطيني جمل برضو عندي على الدرس وعاوز يقول لي إيه، ترو ولا فورس، وأصلا كمان حللها. اقرأ البريد الإلكتروني مرة أخرى وأجب صحح الجمل الخاطئة في دفترك. طيب وائل the family lives in a tall building. العيلة بتاعت وائل عايشين في مبنى طويل. أه، اللي هم أصلا عايشين في الدور الـ16، يبقى ده مبنى طويل، يبقى دي يا ولاد إيه، ترو. طيب There aren't many parks in New York. ما فيش حدائق في في نيويورك. لا طبعا، نقول ايه، There are، يوجد الكثير من الحدائق. التصحيح اهو There are. طيب وائل lives far from the high line. عايش بعيدا عن الهاي لاين. لا مش عايش بعيد ولا حاجة، ده عايش ايه، near، بالقرب من. طيب in the past، في الماضي، the high line was a road، كان الطريق، لا كانت ايه، railway line، كان السكة حديد. the high line is two and half kilometers long. طولها ايه يا ولاد؟ 2.5 كيلو صح. طيب وائل loves the local food، بيحب الطعام المحلي. وائل says it's okay. تمام، مش بيحبه او بيحب ايه، طعام الوطن اكتر. تعال بقى choose the correct answer. to play ولا pass ولا path ولا path through. into is to go from one place to another، ان تنتقل مكان لاخر. دي اسمها يا ولاد ها، path through، يمر من خلال. مش يفتقد ولا miss ولا like ولا do. to feel sad you can't have or see something، تشعر بالحزن لأنك لا تمتلك شيء أو لا يمكنك رؤيته. طبعا يا ولاد يفتقد miss. بعد كده local residents، السكان المحليون. are the people who live in the neighborhood، هم الناس اللي عايشين في الحي الايه السكني. our and not is a road for trains، الطريق القطارات اللي هو مني يا ولاد، الريلوي لاين. طيب to spend time and relax together، تقضي وقت وتسترخي معا، اللي هي ايه يا ولاد، الهانج اوت، اللي هو ايه، ياخد او يتسكع.
ندخل بقى على بارتو، الجزء الثاني من الدرس، وعندي ستوري، قصة جميلة جدا اسمها سيلف جاينت، اللي هو العملاق الأناني. المين فوكابل، الكلمات الرئيسية: أناني، سيلفش، 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 فصل الربيع، سبرينج، 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 عملاق، جاينت، 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 حفرة، هول، 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 أطفال القرية والسكان المحليين، لوكال تشيلدرن، لوكال تشيلدرن، لوكال تشيلدرن، صغير الحجم، تيني، 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 تيني. اكسترا فوكاب: فصل أو موسم، يعني سيزون، سيزون، سيزون. حرف الإس هيتنطق زد عشان جاي من حرفين متحركين. أقول الكلمات الرئيسية تاني: أناني، سيلفش، 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 فصل الربيع، سبرينج، 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 عملاق، جاينت، 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 حفرة، هول، 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 أطفال القرية والسكان المحليين، لوكال تشيلدرن، لوكال تشيلدرن، لوكال تشيلدرن، صغير الحجم، تيني، 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 فصل أو موسم، سيزون، 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 ناعم، سوفت، 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 جميل، لوفلي، 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 صامت، سايلنت، 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 صوت غير بشر، يعني ساوند، 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 صغير السن، ليتل، 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 قرية، فيليج، 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 ملون، كولورفول، 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 حائط، وول، 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 أوراق الشجر، ليفز، 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 حل، سويت، 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 فجأة، صدلي، 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 رائع، wonderful، 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 نحل، بيز، 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 فارغ، empty، 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 الثلج، snow، 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 زاوية، corner، 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 فروع، branches، 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 season، 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 soft، 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 جميل، lovely، 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 صامت، silent، 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 صوت غير بشري، sound، 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 صغير السن، little، 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 قرية، village، 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 ملون، colorful، 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 حائط، wall، wall، أوراق الشجر، leaves، leaves، حلو، sweet، 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 فجأة، suddenly، 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 رائع، wonderful، wonderful، نحل، بيز، بيز، فارغ، empty، empty، ثلج، snow، snow، زاوية، corner، corner، فروع، branches، branches، branches. conjugation of verbs، تصريف الأفعال. عندنا نوعين من الأفعال: أفعال regular وأفعال irregular. أفعال دي منتظمة لأن لها قاعدة ثابتة بتمشي عليها، بنجيب الماضي بإضافة دي لو آخره إيه، طب ما فيهوش إيه بنضيف له إيه دي، طب إمتى أضيف له بقى الأي إي دي؟ قال لك دي ليها شرط، لازم الفعل يكون اخره واي وقبليه ساكن، بحذف الواي واحط مكانها اي اي دي. طب دي افعال غير منتظمه ليه؟ تحفظ كما هي، لسه لها قاعده ثابته. يشارك، شير، الفعل اخره ايه فالماضي هيكون بالدي بس، شير، شيرد، شير، شيرد. يصل، ارايف، ارايفد، ارايف، ارايفد، ارايف، ارايفد. يتسلق، كلايم اب، كلايم، كلايمد، كلايم، كلايمد، برضو اي دي. بعد كده يتحدث، سوري، يحدث، هابن، برضه بالايد لانها لا تنتهي بالايه، يبقى هابند. يبقى شير، شيرد، شير، شيرد، شير، شير، ارايف، ارايفد، ارايف، ارايفد، كلايم، كلايمد، كلايم، كلايمد، هابن، هابند، هابن، هابند. يغطي، كفر، كفرد، كفر، كفرد. يضحك، لاف، لافت، لاف، لافت. يبدا، ستارت، ستارتد، ستارت، ستارتد. يظهر، ابير، ابيرد، ابير، ابيرد. يبقى cover covered، cover covered، love loved، love loved، start started، start started، appear appeared. أفعال غير منتظمة زي يبني، build، الماضي منها built، build built، build built، يفهم، understand، understood، understand، understood. يستيقظ، wake up، woke up، wake woke، wake up، woke up، wake up، woke up. يجلس، sit sat، sit sat، sit sat. يسقط، فول، فيل، فول، فيل، فول، فيل. يشعر، فيل، فيلت، فيل، فيلت، فيل، فيلت. يسمع، هير، هيرد، هير، هيرد، هير، هيرد.
يقف. stand stood stand stood stand stood. تمام، يبقى build built understand understood wake up woke up sit sat fall fell feel felt hear heard stand stood. expressions and phrases، تعبيرات هامة. في تراكيم إلى المنزل يعني on their way home، on their way home. يتحول اللون البني turn brown، turn brown. يطير بعيدا fly away، fly away. ينظر للخارج من النافذة look out of the window، look out of the window. صغير جدا أن يقوم ب too small to، يجي بعدها إيه المصدر too small to. make not happy يجعل شخص ما سعيدا. fall from يسقط من. what's wrong يعني ما الأمر. come back through يعني يعود عبر أو خلال. fly up into يعني يطير لأعلى. take care her voice was sad on the phone. voice يستخدم للصوت البشري، صوتها كان ايه حزين في التليفون. the bird had a beautiful sound يعني الطائر كان له صوت جميل. sound يعني صوت غير بشري، يبقى voice صوت بشري وساوند صوت غير بشري. الصفحة اللي بعدها 49. ذا سيلف جاينت العملاق الأناني اللي بنرى القصة بتاعتنا البيجيننج البداية بتاعة القصة. بيقول لك إن a village في قرية there lives a giant who has a wonderful garden. كان بيعيش فيه عملاق عنده إيه حديقة رائعة. in his garden في حديقته there are tall trees كان فيها أشجار طويلة جدا. كان فيها كمان beautiful flowers زهور جميلة and soft green grass وعشب أخضر ناعم. there are colorful birds كان في طيور ملونة singing in the trees بتغني على الأشجار and bees on the plants وكان في نحل على النباتات. every afternoon كل يوم بعد الظهيرة on their way home from school the local children come to play in the giant's garden. الأطفال المحليين كل يوم بعد الظهيرة هم راجعين من المدرسة كانوا بيعدوا على الحديقة إيه علشان يلعبوا فيها. the lovely garden always makes the children happy لأن الحديقة الجميلة دي كانت دايما بتجعل الاطفال ايه اولاد سعداء. ذا ميدل المنتصف. طبعا الكلام ده مش عاجب العملاق الاناني. but the selfish giant doesn't want to share his garden. العملاق مش عاوز حد يشاركه في حديقته. so لذلك one day في يوم من الايام he builds a big wall around it. راح بنى سور كبير جدا حوالين الحديقه. now the children never come there to play. الان لا يذهب الابناء والاطفال ابدا الى هناك لكي يلعبوا. خلاص عمر سور هيدخله ازاي. the days بس مرت الايام and the garden is always empty and silent. الحديقة دايما فارغة وصامتة. slowly ببطء the green grass turns brown وتحول العشب الاخضر الى اللون البني بدأ ايه يذبل ويموت. the leaves fall from the trees وبدأ الاوراق الاشجار تتساقط من على الاشجار. then snow covers the garden والثلج او الايه اولاد التلج غطى كل الحديقه. and all the birds and bees fly away وكل الطيور والنحل هربوا من الحديقه. spring arrives in the village اتى فصل الربيع الى القريه. but in the giant's garden it is still winter لكن مازال فصل الشتاء موجود في الحديقه بتاعه العملاق. طبعا دي حاجه غير ايه حقيقيه، ازاي في نفس القريه القريه تكون ربيع ومازال الشتاء داخل الحديقه؟ هي قصه خياليه يعني. everything is under the snow كل حاجة تحت الايه تحت التلج في الحديقة. the giant doesn't understand طبعا العملاق مش فاهم حاجة. usually his garden is beautiful in spring كان دايما او المعتاد ان الحديقة بتاعته بتكون جميلة في فصل الربيع. what is wrong ايه المشكلة او ما الخطأ. then one morning بعد كده ذات صباح he wakes up and hears a lovely sound صحي من نومه على صوت جميل. سمع صوت جميل. little blue bird طائر أزرق صغير is singing بيغني in a tree sound بيغني على الشجرة بالخارج. غريبة دي ده من زمان ما عندوش طيور ولا نحل ولا أي حاجة في الحديقة. سمع طائر أزرق يغني. then the giant hears another sweet sound بعد كده سمع صوت حلو تاني. a children loving سمع الأطفال بيضحكوا. ازاي ده؟ ايه اللي حصل؟ he looks out of the window نظر من الشباك أو النافذة and sees that the children have come back ان الاطفال رجعوا للحديقه. طب رجعوا ازاي وهو باني عليها سور كبير؟ قال لك رجعوا through a hole in the garden wall من خلال حفره في سور الحديقه. عملوا حفره او فتحه ودخلوا منها الى الحديقه من السور. now they are sitting under the trees الان هم
يجلسون تحت الأشجار. The leaves on the trees، والأوراق اللي على الشجر are green again، أصبح أخضر مرة أخرى. And flowers، والزهور are opening، بدأت تتفتح around them، حولهم. The giant feels so happy، بيقول لك إيه؟ العملاق يشعر بسعادة غامرة. To see his garden grow again، لأنه رأى حديقته تنمو مرة أخرى. But in one corner of the garden، لكن في أحد أركان الحديقة، it is still winter، ما زال إيه؟ فصل الشتاء. ليه؟ إشمعنى الركن ده بالتحديد؟ The giant sees a teeny boy standing there، شاف ولد صغير جدا واقف هناك في الكورنر ده. He is too small to climb up into the tree، كان صغير جدا لدرجة إن هو مش قادر يطلع على الإيه؟ الشجرة، مش طايل الشجرة. Suddenly فجأة the giant is understanding everything. فهم هو بقى إيه ده؟ Now I know why spring didn't come، دلوقتي أنا فهمت ليه الربيع ما كانش جاي عندي في الحديقة. I think it's because I was selfish about my garden، وده لأني كنت أناني بشأن الحديقة. يبقى المكان اللي الولاد دخلوا لعبوا فيه أصبح إيه؟ أخضر مرة أخرى. المكان اللي الولد مش عارف يطلع فيه على الشجرة، الشجرة مازال بيغطيها التلج زي ما هي، علشان كده الربيع لم يأتي إلى الحديقة لأنه كان أناني ومش بيدخل فيها حد. He goes out، خرج بقى بسرعة and helps the little boy، ساعد الولد الصغير climb up into the tree، وقعده فوق الشجرة. تمام، صدى اللي فجأة أول ما قعدوا فوق الشجرة all the leaves، كل الأشجار، سوري، كل ورق الشجر on the tree اللي على الشجرة open، تفتحها. And the birds fly up، والطيور طارت into the branch in its branches، على فروحها. And start to sing، وبدأت ايه؟ تغني. هو بدأ يكلم نفسه يقول ايه بقى؟ When you aren't selfish، عندما لا تكون أناني، good things happen، تحدث أشياء جيدة. يبقى لما نشارك حاجتنا مع الغير يا ولاد بتحدث ايه؟ اشياء جيده. المورال اوف ذا ستوري، الدرس المستفاد من القصه بتاع النهارده، when you aren't selfish good things happen، عندما لا تكون اناني تحدث اشياء جيده، ده المغزى من القصه. تعالى بقى نختار. there is a giant that lives in، هو العملاق ده عايش فين يا ولاد؟ عايش في الفيليج، في القريه. the giant was friendly ولا selfish ولا nice ولا bad about his garden، كان ايه؟ كان selfish، كان اناني. الجزء الثالث من الدرس، درس الصوتيات pronunciation، listen and see. النهارده عندي الاس اللي بتجيب سين، حاجه سهله جدا، والتي اتش اللي بتجيب س، دي بتيجي منين؟ من التي اتش. رمال ساند، ساند ساند، حشائش او عشب جراس، جراس. مريض سك، سك. بعد كده لذلك سو، سو، يمر او ينجح باس، باس. فار ماوس، وغني سينج. بذرة سيد، ساق النبات ستوك. أتوبيس بص، ناعم سوفت، أناني سيلفش. ستة سكس، وقت الغروب سان ست، سماء سكاي مشمس صن. شو بات اتش اللي بيجيب ساء زي؟ أصبع الإبهام ثم، ثم، البي سايلنت. يفكر ثينك، ثينك. كثيف ثيك أو سميك، ثيك. يرمي أو يلقي ثرو، ثرو. طريق باث، باث. فم ماوث، ماوث. شيء ثينك، شكرا ثانكس. عطشان ثيرستي، حمام باس. عبر او خلال ثرو، جي اتش سايلنت. نحيف ثن، رعد ثاندر، وهدد ثريتن. يبقى النهارده خدنا الاس اللي بتجيب سين والتي اتش اللي بتجيب اي بتجيب س. 52 تدريبات الدرس التالت، اول سؤال listen and circle the correct answer from A B C or D. ده نص على العملاق، فانا من غير ما اسمع نص الاستماع هعرف الاجابات. بيقول لي ذا جاينت didn't want to share his، هو العملاق ما كانش عاوز يشارك ايه؟ ماني، نقود، ولا هاوس، منزل، ولا جاردن، حديقه، ولا كلوز، ملابس، طبعا ايه؟ الحديقه. ذا جاينت بيلت نقط اراوند هيز جاردن، هو العملاق بنى ايه حوالين الحديقه؟ وول، سور، ولا شب سفينه، روم، غرفه، ولا روف سطح، طبعا بنى ايه يا ولاد؟ وول. وين ذا تشيلدرن كيم باك، لما الولاد رجعوا. The leaves on the trees are، ورق الشجر حصل له ايه؟ again yellow، بقى yellow ولا red ولا blue ولا green، اصبح ايه؟ green again. when you are not good things happen، عندما لا تكون ايه؟ تحدث اشياء جيدة. good ولا nice ولا selfish ولا sweet، طبعا selfish. عندما لا تكون اناني تحدث اشياء جيدة. choose the correct answer from A B C or D. we live in an apartment on the 10th، احنا عايشين في شقة في ايه العاشر؟ فلاور زهرة، فلاور دقيق، ولا فلور طابق، ولا فلاد فيضان، طبعا فلور طابق، أو الدور، الدور العاشر.
The selfish giant العملاق الأناني doesn't want anyone to know at his garden. لم يرد أي شخص إن هو يعمل إيه الحديقة بتاعته love ولا share ولا pick ولا grow share، مكانش عايز حد يشارك حديقته. The park is a good place to hang out with your friends. الحديقة دي مكان جيد عشان تعمل إيه أنت وصحابك، hang in ولا out ولا up ولا to، اسمها hang يا ولاد. طبعا hang out يعني يتسكع. The roof is the north of a building. روف اللي هو السطح ده موجود فين بالنسبة للمبنى، سايد بجانب ولا ليفت على اليسار، طب ولا أعلى ولا بوتم أسفل، طبعا أعلى المبنى. نيويورك is very noisy but Alexandria is much ايه quieter، يعني أكثر هدوءا، لأن quieter عكس ايه noisy. There is a knot near my house، ايه اللي موجود بالقرب من منزلي، but there aren't any trains using it now، مفيش قطارات بتستخدمه دلوقتي. وأصل اللي بيستخدموا القطارات minaret ولا سوق ولا بالاس ولا ريلوي لاين، طبعا بيستخدموا خط السكة الحديد، ولا قصر ولا سوق ولا المنار أو المئذنة، مئذنة منارت. read and complete the text with words in the box، اقرأ واكمل النص باستخدام كلمات مساعدة. noisy مزعج، restaurants مطاعم، miss يعني يفتقد، night الليل، project مشروع. I live in New York but I used to live in Alexandria. New York is very noisy مزعجة جدا. Alexandria is much quieter at night بالليل، أكثر هدوءا بالليل. The food also doesn't taste like food at home. There are lots of different restaurants، في مطاعم كتير جدا in New York، but the restaurants in Alexandria are much better. I think the food tastes more delicious in Egypt. I not our food so much I miss، يعني وحشني الطعام المصري جدا. Read the text and answer the questions، اقرأ النص واجب عن الأسئلة. New York has a lot of green spaces، نيويورك فيها ايه الكثير من المساحات الخضراء، تمام. Like the famous high line، زي الايه الهاي لاين دي حديقة مشهورة هناك في نيويورك. The high line was a railway line، كانت عبارة عن سكة حديد، but in the 1980s trains stopped using it، توقفت القطارات عن استخدامها في الثمانينات. ايه تعود على مين، على الريلوي لاين او الهاي لاين. Some local residents، بعض السكان المحليين decided to make the old railway into a big long park، قرر السكان المحليين تحويل السكة الحديد القديمة إلى أي حديقة كبيرة. Everyone could use. Now it's a green space with more than 500 species of plants and trees، فيها دلوقتي أكثر من 500 نوع من النباتات والأشجار. It's 2.5 kilometers long and when you walk through it you can see artworks. Watch a theater performance. Eat delicious food. Go running. Or just hang out with your friends. دي حاجات كلها ممكن تعملها وانت فين؟ في الحديقة. Choose the correct answer. People stopped using the old railway from north to north. احنا قلنا في فترة التمانينات، يعني كام؟ التمانينات، من 1980 ل 89، تمام؟ يبقى هناخد دي يا ولاد. From 1980 ل 1989. The underlined pronoun it، it تعود على مين، restaurant ولا theater ولا class ولا الهاي لاين، طبعا تعود على الهاي لاين. The park is طولها كام يا ولاد، 2.5 كيلومتر، 2.5 كيلومترز. Answer the following questions. How many species of plants are there in the high line، كم عدد فصائل الايه او انواع النباتات اللي هناك. قال لي more than 500 species of plants and trees، اجابه السؤال الرابع، اكتر من 500 نوع. Summarize the passage in two sentences، لخص الايه الفقره كلها والنص كله في جملتين. هتكتب ان نيويورك دي ايه فيها مساحات كتير خضراء، وان هم ايه عندهم ايه، ممكن اجي من هنا كده، نيويورك has lot of green spaces like the famous high line. The high line was a railway line but in 1980s trains stopped using it. دول اهم جملتين عندي. بعد كده بدأ يفسر لي بقى، اكتب هنا كده ايه 5. بعد كده عندنا put the words in the correct order to make correct sentence، عاوزين نعمل ايه بقى يا ولاد، ترتيب. our apartment is on the 16th floor. the
هاي لاين باسس ثرو ماي نيبر هود. الهاي لاين تمر من خلال الحي السكني. نيويورك از فيري نويزي اول ذا تايم. بعد كده ذا جاينت هاز ا وندرفول جاردن. البانكتويشن الاتش معمول اول كلام. هاو ار ثينجز ان الكسندريا، يعني ايه بتاعت الكسندريا عشان دي ايه ولاد مدينه. كويشن مارك عشان ده سؤال. الان كابيتال بتاعت الان والواي نيويورك هاز ا لوت اوف جرين سبيسز. بس كده. وبكده يا ولاد وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. انتهينا بفضل الله من شرح الدرس الثالث وحين التدريبات ومن الوحده الاولى من كتاب الاضواء الجيم للصف السادس. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا الدرسين الرابع والخامس في الفيديو باذن الله. اي حاجه محتاجاني افتح قائمه تشغيل الصف السادس هتلاقيني بشرح من جميع الكتب الخارجيه. يا ريت يا ولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناه وتابع صفحه الفيسبوك مس هبه رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم مس هبه رجب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.